الناس يقولوا جمعية العلماء لعب دور كبير في هذا الثورة. يعني هذه الإنسان يقول الحقيقة، على كل إن الأحزاب اللي وجدت في الجزائر كل خدمة. الوعي نتاع الجزائر ما جاش إلا من حركة واحدة، ولكن باش يقولوا جماعة نتاع العلماء هذا ماشي باش ننتقد فيهم، ولكن ما كانش. كان واحد من الأخ قال لي نتصل معاهم ربما يعاونوكم ماديا، سي حسين بالميلي، ومشى شاف سي العابد تبسي. سي العابد تبسي قال له هاد الناس تحكي عليهم موجودين حقيقة، ما كانش من باللي كان الناس تفتش عليهم فرنسا وقادرين يعني هما يديروا أعمال يعني عسكرية. هذا السيد زاد ولا السي العربي التبسي من بعد اول نوفمبر، وقال انا راني مستعد نمشي حتى للجبل، ولكن كان جماعه راهم يتصلوا مع سوستال ما بدنا نبعدوا رواحهم منهم. حاجه اخرى وهو الجماعه المصريين في القاهره 15 يوم قبل الاعمال شافوا السي الابراهيمي والشيخ الوتيلاني وحطوا لهم السؤال، لان المصريين كان عالمهم بالله باللي راه عمل تتوجد في الجزائر. قالوا لهم يا هل ترى راه اليوم اعمال في تونس وفي المغرب، يا هل ترى ما تشوفوش انتم باللي راه وقت باش الجزائر يبداو يعملوا. وقال لهم الشيخ الابراهيمي هذا الشعب احنا اللي رانا نربوا فيه ومازال بعيد من هذا الفكر. هذا يعني توضيح في مساله تاع نقط، ما عنديش قصد باش ننتقد في انسان اخر، ولكن كاين دور وكاين حقيقه لازم نقولها، وهذه راه على عاتقنا كل وهي الحقيقه قبل كل شيء. واحد كما سي مصطفى العيد وذكرته سابقا، انسان اللي لعب دور عظيم في هذه الثوره للتضحيات نتاعو وللاعمال، ويعني ما يعني هذا الرجل هذا يقعد رمز، يجب يبقى رمز للجزائر تاع المستقبل، وهما رجال اللي ضحوا باموالهم وعائلاتهم وراحتهم يعني على هذه الجزائر. المهيدي قداش مره يقدموا له باش يكون مسؤول في السياسه كان رفض. نهار جات المنظمه العسكريه عرف باللي كان عمل جدي يعني واندفع. قدوش اول مره اتصل كان في الجزائر قال لي اتصل سمح محمد بلوزداد. يقول لي راه كان واحد شاب ومليح بزاف، ولكن راه عنده خلاف مع النظام نتاع رودو في الجزائر. اتصلت به في باب الواد ووضح كمان في المسائل، قلت له هل ترى متسعد بالضحية الوطن؟ قال لي بسم الله. قلت له غدا جيب شوية قش نتاعك مشتاق في لاكار تاع الجزائر، ديناه مشى معنا لقسنطينة بدا يخدم في العلاقة تاع قسنطينة. فيما يخص بيطات على كل حال مناضل من قسنطينة في أول يعني نهار يعني تكونت النظام العسكري كان مسؤول على قسنطينة. من بعد كان مشى للجزائر باش يدير تدريب في البناء، وجا ذاك الوقت يعني قال راسهم الشاطي هما اللي خذوا المسؤوليه. من بعد عام زاد رجع، وفي الحوادث نتاع 50 كان خرج من قسنطينة، كان فتش عليه الشرطه مشى لوراس مده، ورجع قسنطينة ما نجمش يعيش في قسنطينة، جا الجزائر الان.